كيبان ليا مزيان حيت كاين شباب شباب اللي يلاه فهمتي كيتكونوا فريق متجانس مع ياك سيدي مع المدرب الجديد التونسي. فكنشوف انا خصنا نثقوا في المدرب ونبقاو معاه ماتش مورا ماتش كيبان لنا فرقه انا كتكتمل ونثقوا فيهم ان شاء الله يقولوا شي حاجه. بغينا العصبه حنايا صراحه انا ديما لاصقه فينا داك الاهلي انا هذه القرعه كتطلع لك الاهلي انا ولفنا واللي عنده وان شاء الله نقولوا كلمه ديالنا في العصبه. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.